موضوع الحلقة النهاردة شباب هنتكلم فيه عن الأنتي فيروس الخاص بأجهزة الأندرويد، وهل الأنتي فيروس الخاص بأجهزة الأندرويد ده يعني بيفتح حاجة، بيشيل فيروسات، بيقرأ أصلا فيروسات؟ الكلام ده كله هنعرفه في الحلقة بتاعت النهاردة. فعلشان تعرف الأنتي فيروس بتاع الموبايل بتاعك أصلا ليه لازمة أو ملوش لازمة، أو أنت محتاج أنتي فيروس على الموبايل أو لأ، يا ريت تتابع معايا الحلقة للآخر. ورجعنا لكم تاني مع جمال، وهنكمل في موضوعنا للنهارده عن الانتي فايروس الخاص بالهواتف الجوال. اولا يا شباب، الانتي فايروس في التليفونات ملوش اي 60 لازمه للاسف، دي الحقيقه اللي انا عايز اقولها، لان الاندرويد مبني على اساسيات، والنواه بتاعته اساسها لينكس، ولينكس بيئه غير نشطه لاي نوع من انواع الفيروسات. غير كده ان نظام اندرويد من شركه جوجل، طبعا شركه جوجل بتحاول على قد ما تقدر تظبط معايير الامان بتاعتها، فعامله في نظام الاندرويد بتاعها حاجه جميله جدا، ان انت ما تقدرش تثبت اي تطبيق ضار. طيب نرجع تاني كده، يعني انتي فيروس ايه لازمته؟ هو بصراحه ملوش اي 60 لازمه زي ما انا قلت، يعني انا التليفون بتاعي اساسه لينكس، طب لينكس انا مش المدير بتاع الجهاز، امتى يكون الانتي فيروس مطلوب للجهاز؟ يكون مطلوب في حالة ان انت تكون عامل للجهاز روت، علشان انت كده بتبقى انت مدير الجهاز، انت المسؤول عن كل شيء بالجهاز، فأي تطبيق ضار او خبيث بيقدر يتحكم في كل شيء خاص بالجهاز. فيما عدا ذلك انت في امان، لان عامة اندرويد مبني على نظام لينكس، وبيئة غير صالحة اصلا لأي نوع من انواع الفيروسات. في حاجة كمان ومهمة ولازم نعرفها، ايه اللي بيحصل لو انا ثبت انتي فيروس على الجهاز عندي؟ اول حاجة ملوش 60 لازمة زي ما انا قلت، تاني حاجة بيستهلك موارد الجهاز بالكامل من بطارية، لأنه بيشتغل في الخلفية يا جماعة، فبيستعب من البطارية، بيستهلك استهلاك عالي جدا من البطارية، استهلاك عالي جدا من المعالج، استهلاكه قوي جدا بالنسبة للرام. غير كده إن هو بيشغل مساحة، وأنا شايف إن هو ملوش أي 60 لازمة، وعشان كده أنا عملت الفيديو يا جماعة اللي يقول لك أنتي فيروس أفاست مثلا او ايا كان خاص بالتليفون او بجهاز الاندرويد ده كويس او مش كويس، الناس دي كدابه، لان اندرويد بيئه غير نشطه لاي نوع من انواع الفيروسات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كان معكم محمد جمال. ما تنسوش دايما تعملنا شير لو الموضوع مهم وعجبك، يا ريت تعمل لي لايك، ويا ريت ان انت تشارك الموضوع مع الناس، علشان اكيد في ناس كتير عايزه تفهم الموضوع ده. وبرضه يا جماعه لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لي سبسكرايب، وانا عامه بقرا الكومنت بالكامل لو حد عنده اي استفسار.